وعلى آله وسلم. قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها، كم هنا للتكثير، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، بياتا أي وهم نائمون ليلا أو هم قائلون، أي جاءهم عذابنا إما بالليل وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون، أي عند وقت القيلولة، عند وقت القيلولة أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، أي ما كان قولهم ودعاؤهم إذ جاءهم عذابنا، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، هكذا يقولون، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، نسألن الذين أرسل إليهم، لنسألن الأمم، اللام هي الموطئة للقسم، فلنسألن الذين أرسل إليهم، قسم من ربنا أنه سيسأل الأمم، لنسألن الذين أرسل إليهم. نسألهم عن ماذا؟ نسألهم عن ماذا؟ نسألهم عن كتابنا المنزل وعن رسلنا الذين أرسلناهم، هل امتثلتم أمري؟ هل امتثلتم ما في كتبي؟ هل اتبعتم رسلي؟ فإن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلنسألن الذين أرسل إليهم، أنت لن تسأل عن زيد وعمر من الناس، ستسأل عن كتاب الله، ستسأل عن سنة رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد، اللهم اشهد، اللهم فاشهد. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هل بلغتم كتبي؟ هل أنذرتم عبادي؟ من الذي آمن بكم؟ من الذي كذبكم؟ من الذي آمن؟ والله أعلم، يسأل وهو أعلم. من الذي كذبكم؟ من الذي حاربكم؟ من الذي عاندكم؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. السؤال للمرسلين لتبكيت من عارضوهم ولإهانة من عارضوهم كما في الآية: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقال للطفلة التي وأدوها في صغرها وهي لم تقترف ذنبا ولم ترتكب إثما، لماذا دفنوك وأنت حية؟ لماذا وأدوك ووضعوك في التراب وغطوك؟ لماذا صنعوا بك ذلك؟ ما الذي فعلتيه؟ فستجيب: إن أجابت: ما فعلت شيئا يا ربي يستحق هذا، ما فعلت فيهم شيئا. فالسؤال وإن وجه للموءودة لكن لتبكيت من وأدوها، وإن وجه للرسل فلتبكيت من عارضوهم وعاندوهم. فهكذا: ولنسألن المرسلين فلنقل